في المستشفى الأوروبي في خان يونس، أسرته وأرضيته وأروقته تعج بعشرات المصابين، وأطباؤه يقفون أمام هذه الحالات مجبرين على اتخاذ قرارات صعبة. المفاضلة بين الجرحى والمرضى قرار يضطر الأطباء لاتخاذه منذ بدء الحرب بسبب نقص الإمكانيات والأدوات الطبية والدواء، حيث يجبرون على علاج الحالات التي يوجد أمل لنجاتها أولاً. One of the other big issues and the challenges that these big numbers, thousands and thousands of injured patients are staying in the hospitals. There is no place to evacuate them. Usually when any circumstances happen in any other country or the natural disasters, the patients will be able to be evacuated outside of the country to help us to cope with the new batches of patients, to help the medical staff to get some relief and to get the patient the best care they needed outside in specialized centers. أطباء في غزة قالوا إنه تم إجلاء نحو 5% فقط من الحالات التي يجب علاجها إلى خارج غزة، فيما لا يزال الآلاف من المصابين ينتظرون دورهم لتلقي الإسعافات اللازمة، بعضهم لن يستطيع الحصول عليها. We have less than 5% of the patients being referred outside of Gaza and the hospitals are still overcrowded with the patients. معظم مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة، بعضها بسبب اقتحام الجيش الإسرائيلي لها أو قصفها أو انقطاع الكهرباء عنها، ما يعرض حياة آلاف المصابين والمرضى والنازحين لخطر الموت.